توقعش صعيد فشل ولا فشل برشا. الإجابة على السؤال ما كنتش باش تلقاها في الفيديو هذا، بما أنه الإنسان ولا ريسكي 5 سنين حبس على كلمة قالها ولا كلمة ما قالهاش. تبقى المعلومة المتأكدة أنه وخرنا برشا على 21 سنة التالي. في الفيديو هذا حبيت نطرح سؤال يبقى وجيه قبل وبعد الثورة. إيه؟ علاش التونسي كيحب يمشي لفرنسا لازم يطلب التأشيرة، وباش يطلب التأشيرة لازم يخلص برشا فلوس على التأشيرة. فما حق التأشيرة، فما حق تبديل الفلوس للتأشيرة، زيدوا حق النزل وحق ركوبه، وبعد ما ذهبت عليه المصاريف من كل شارة عادي ما يتقبلش وياخو ورقة فيها تكان ديرة. في بلاصة نفرح المواطن بتأشيرة زعم كان في قهرة وتحقيرة. أما الفرنساوي كيحب يجي لتونس ما يستحقش حتى جواز سفر، ينجم يجي حتى بطاقة تعريف. وين المساواة؟ وين عزة النفس؟ والله يا دكتور نحسك عندك مشكلة مع فرنسا يا أخي. فما كان هما يجيونا من غير فيزا ونحن نمشيوهم بالفيزا، كي فما بلدان أوروبا الكل، كي حتى أمريكا وإنجليزيا الكل كل كل. عليك نور، اخترت نحكي على فرنسا خاطر عدم التوازن في شرط التأشيرة نجم نفسروه بلغة حسن الضيافة. زعما نحن التوانسة قلبنا كبير وبابنا محلول للناس الكل، علاش لا؟ أما وقت اللي الطرف الآخر يعفص علينا خاطر بابنا محلول ويطيح لنا قدرنا، رغم أنه قدرنا بطبيعته طايح، وقت يولي لا عاد فما لا ضيافة ولا حسن ولا أدب، يولي يتسمى رخص وذل، وجابرييل أطال يتطاول على اللي يخدم والبطال. طبعا بما أنه في تونس هاي بدولتنا صلصال والحق فيها عمره ما يتقال، ولا ركز معايا شوية نوريك عوج عال العال. في سبتمبر 2021 جات فرنسا تتهدد علينا، قالت باش تكثر في رفض التأشيرة للتونس اللي هي حجرة في حد ذاتها، ما تولي حجرة أقوى بياسر. كنا تذكروا اللي نحن بابنا محلول لهم وهم بابهم مسكر في وجوهنا، بطبيعة الحال نحن سكرنا في فمنا وقلنا الله يبارك. في الأثناء آلاف التونس خسروا فلوسهم على تأشيرات ما تعطاوش، حسلوا سرقة جهار بهار، بما أنه كانوا نجموا يرفضوا ياخذوا فلوس الناس من أصله مش يزكموهم ويسلبوهم في عرق جبينهم وهم عارفين اللي التأشيرة باش تكون مرفوضة. تبالي دكتور والله كلامك يقهر، أما محسوب كان جيت أنت تحكم شنو كنت نجم تبدل؟ أنا اليوم ما نحكمش، لذلك نوجه كلامي لرئيس الجمهورية قيس سعيد اللي نهار كل فلم علينا بلغة الجهاد اللي ما يعرفها حد، اللي متخبية في غرف ما يعرفها حد، باش يعملوا مؤامرات مش فاهمها حد. يا أستاذنا أنت تعرف وأنا نعرف، اللي زي تحكي لي على المحتكرين بدوره وقت الصحاح من أهل الرايع والفساد يحوسوا ويدور. هون نعطيك حاجة سهلة ومتسحقش برشا تفكير، نجم تعاملك تعمل أول إنجاز حقيقي ينجم يقعد في التاريخ، اللي باش يقول قيس حارب على كرامة شعب. كان جيت في بلاستيك نبدأ بفرنسا اللي في عوض الثمن اللي بابنا محلول لها وبابها مسكر في وجوهنا، عفصت علينا ومسحت بقدرنا القاعة ونقول لها عندك في ديك 10 أيام إذا متنحيش شرط التأشيرة على التوانسة تونس باش تولي تشر التأشيرة على الفرنسيس الكل، وكيما نحنا نعملوا دوسي باش نجيوكم تونس زادة تولي وتدفع وتعملوا دوسي تورينا بيه اللي تستاهلوا تطلعوا علينا، مش جايين باش تعديوا 10 أيام ب100 دينار تعديوها في قرية سياحية تسكروا بالكوديا وتروحوا بجمال لزغرة سرقين من ركن الأطفال في نفس القرية السياحية. أصدقائي صديقاتي هذا رأيي، أما نحب نعرف انتم شنو تفضلوا، نكونوا شعب فقير وعنا شوية كرامة ولا نكونوا شعب فقير وحتى الكرامة ما نكسبوهاش؟